ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شارك الفنان هشام الوالي جمهوره ومتتبعيه تفاصيل معاناته بفيروس كورونا، ووثق ذلك في فيديو أظهر من خلاله أنه حرم من صلة الرحم مع والديه إذ قرر زيارتهما، لكن من دون الدخول إلى منزلهما أو علمهما بذلك. وزار هشام الوالي منزل والديه ليلا من دون علمهما، حيث تمكن من رؤيتهما من النافذة من دون الاقتراب منهما أو إدراكهما بذلك. ونشر الوالي ليلة أمس الاثنين الفيديو الذي وثق فيه تلك الفترة التي كان يعاني فيها من كورونا، وكتب: الله يسمح لنا من حق الوالدين، لعل أفضع ما يحمله هذا الوباء هو الطريقة التي يعزل بها ضحاياه بعيدا حتى عن أقرب الأقربين، وحين نشتاق إلى من نحب يضيق بنا كل شيء، حتى الكون بوسعه يضيق بنا ويخنقنا. وأضاف الوالي: بعد 3 أسابيع من العزل الصحي التام عن العالم، لم أستطع مقاومة اشتياقي لأمي وأبي، فقررت زيارتهما ليلا من دون أن يراياني أو يحس بوجودي، من المستحيل وصف ذلك الشعور. وأكد الوالي أنه حاليا بخير وتمكن من التخلص من الفيروس، إذ قال في نهاية منشوره: صورت هذا الفيديو أيام إصابتي بفيروس كورونا وأنا الآن في صحة جيدة والحمد لله. ويذكر أن هشام الوالي أصيب بفيروس كورونا وخضع للحجر في منزله رفقة زوجته التي اختارت رعاية زوجها، على الرغم من إصابته بالفيروس الذي انتقل إليها نتيجة ذلك وتمكنت من الشفاء منه. أنا دابا تحت الشرجم ديال الوالد الوالدة، ما غنشوفونيش وما أنا غنشوفهم وما مساكن ما يشوفونيش، ولكن حيت وحشتهم غنشوفهم مساكن. هذا الوليد وقيل بحال عاق شي شويه الوليد بحال عاق شي شويه نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه.